ميني ستوديو. هلو، مثل العادة موعدنا مع ميني ستوديو. بدنا نلعب، بدنا نغني، بدنا نربح هدية، بدنا نتعلم اشياء، وبدنا نشوف كتاب لانه انا بحب كتير الكتب، واكيد انتو بتعرفوا انه بالكتاب نتعلم اشياء كتيرة. كتاب اليوم اسمه Question Réponse Le Corps Humain Edition Nathan. بقلب الكتاب بنتعلم اشياء، كيف يعني؟ يعني بنتعلم اشياء بتختص فينا، واليوم بتختص بجسمنا. كيف بنتنفس؟ كيف الهواء بفوت بقلب الرواية؟ كيف منهضم الأكل؟ كيف عضلاتنا بيخلونا نعمل رياضة ونتحرك؟ كيف فينا ننميهم؟ مثل ما انكم شايفين بواسطة الرسم، كيف منقشع؟ كيف العين بتخلينا نشوف؟ ليش الدنيا تسمح لنا نسمع موسيقى وحكي وكل شي بنسمعه؟ لشو بينفع المنخار؟ فإذن غيرون من الأسئلة يلي منلاقي الأجوبة تبعيتها هون. عم فرجيكم هالكتاب لأنه بعرف أنه عندكم كتير أسئلة، عم توصلنا كل أسئلتكم عبر رسائلكم، لأنه طلبنا منكم تسألونا أسئلة ونحنا منجاوبكم. وفي حدا سألني كيف اخترعوا لعبة الباسكتبول وكيف كانت من زمان. هيئتكم بتحبوا كتير الباسكت وماكن حق، لأنه الرياضة مهمة كتير لإلنا. فإذن من زمان في رياضة أمريكاني بحب كتير الرياضة، حب يخترع لعبة، فاخترع بهالطابة، جاب سلة وعلقها على العالي عالي، بس استعمل سلة شو؟ الصياد يلي هي مسكرة من تحت، وصاروا ناس يتسلوا لما بيكون برا طقس مش حلو، ويفوتوا هالطابة بقلب السلة بمطرح معلقينه عالي على الحيط، وكمان يرجعوا يجيبوا سلهم ويعربشوا عليه تيرجعوا يشيلوا الطابة منه. وبعدين تطور الباسكتبول وصارت السلة أكيد مفتوحة من تحت تا تنزل، وشوي شوي صار في كل قوانين الباسكتبول يلي بتعرفون اليوم، وأكيد أكتر منكم بيلعبوا باسكتبول وبيعرفوا هالشي. فإذن هيدي كانت قصة مهضومة عن الباسكتبول، خبرنيكم إياها اليوم، وهلأ حلقتنا لازم تبلش، وكتر من أصحابنا ناطرين تيشوفوا إذا عنا مفاجأة لقتهم، إذا حيربحوا معنا، هيدا رح نشوفه هلأ بحلقتنا. هاي بهالحلقة رح نتعلم كيف نعمل السلطعون. السلطعون اخترت له أنا اللون الأحمر. أول شي منبلش نقسم الإجران. السلطعون كمان عنده 8 إجران وعنده إيدان بيقدر يمسك فيهم حيلا شي. نمشي فيهم الإجران تقريبا كل وحدة أكبر من الثانية، لأنه هو هيك شكله. هودي تقريبا أول 4. نرجع لنعمل له بطنه وظهره، منجيب المعجونة ومنلفها على بعضها تتصير بشكل بريمة، نرجع منعمها، من فوق ومن تحت، ومنبلش نحط الإجران. أول شي منبلش بالكبار، وآخر شي الصغيرة. منتعجن شوي تيبين كأنه واقف. بحب لكم إنه السلطعون بيبيض كتير على شط البحر، بس 1 بالمليون من السلاطعين بيقدروا يعيشوا. هلا منجيب قطعتين بيض تنعمل له العينين،
ومنحط بقلبه نقطة زرقاء. منرجع بدنا نعمل هلأ هالشكل اللي هي الإيدان اللي بيحارب فيهم وبياكل فيهم. ناخد بولتين صغار، وحدة شوي أكبر، نرجع نجمعهم مع بعضهم ومنحطه حد الإجرين، وهيك صار عندنا السلطعون جاهز كمان تنحطه بالأكواريوم اللي عاملينه. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بمينيستي جو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. وان منت أتبقى الأف رح تبلش هلأ مع ميني ستوديو تاب على بيج بونك ليبانو فرانسيز. هيدا التاب هي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها فيكم تتواصلوا معنا وتجوا لهون وتلعبوا وتتسلوا وتربحوا مع بنك ليبانو فرانسيز. مثل ما شايفين قدامكم، لتقدروا تربحوا المية دولار وأكيد مع اليوث باكيج بدكم تفوتوا لهون، تحطوا اسمكم، عمركم، رقمكم، الإيميل تبعكم وتبع أهلكم، وبتبعتوا الطلب وبس نحنا نشوفه منرجع نتصل فيكم ومندعيكم تتجوا لعنا. أما إذا حابين تتمرنوا على هيدا اللعبة بتلاقوها إكسكلوزيفلي على www.youthpackage.com. عم بيقطع هلأ السيت قدامكم، فوتوا عليه تمرنوا كتير منيح لأن نحنا ناطرينكم كلكم. أما هلأ لنقدر نبلش اللعبة ضروري إنه نتعرف على المشتركين كلنا سوا. ميليسا حجار عمرها 10 سنين، بتحب كتير الجو إلكترونيك وما بتحب أبداً تتخانق مع أصحابها. سام غطاس عمره 10 سنين، بحب كتير الفوتبول وما بحب أبداً إنه ينام بكير. سام وميليسا محضرين حالهم كتير منيح، بس قوانين اللعبة بتقول إنه شخص واحد بالأخير بس رح يربح اليوث باكج. مين معقول يكون اليوم؟ رح ننطر ونشوف. ستارت جيم سام. ديميل c'est 20 000 tu as besoin de 10 000 seulement ça se trouve au dessous ok 50 000 c'est 100 000 ok 10 000 très bien 100 000 110 000 ou 110 000 OK, encore 5. 80. C'est 20. 10. 20. 40. 60. 80. 61. Ou 61 000. 100. السكور تبع سام كان 1005 نقط. رح ننطر هلا ونشوف قد ايه معقول السكور تبع ميليسا يكون، واذا هي رح تربح اليوث باكج لليوم او لا. بلاي اجان ميليسا. شا بزوان دو 5000. سي 20000. 5 سي 100. ici. يلا une autre fois. 5000 55 50 on a besoin encore de 5000 25 OK 4000 encore Très bien 115000 ou 115000 Encore 15000 C'est 20 Oui Une autre. 80 ou 80000. OK. Encore. Oh, خلص الوقت.
ميليسا السكور تبعك هو 795 نقطة، بما انه سام جمع معنا اليوم اعلى سكور فاذا هو اللي ربحان ب 1 مينيت قد بألف. رح ارجع اذكركم بعد مرة انه اذا بدكم تتمرنوا على هيدي اللعبة فوتوا على السيت اللي عم يقطع لقدامكم www.youthpackage، تمرنوا كثير منيح اند ذن فوتوا على الميني ستوديو تاب بي بيج بانك ليبانو فرانسيز، سجلوا اساميكم لانه نحن ناطرينكم كلكم. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث لتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك! وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. من كل فريق ميني ستوديو لسيرينا نصر، صار عمرك 5 سنين، مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. Time is here.
وقبل ما نودعكم وتخلص حلقتنا، في عنا حدا منكم سألنا سؤال، كيف عملوا الباتان أرولات أو الرولر يلي البعض منكم بيستعملوه خاصة هلأ لما الطقس صار حلو وصار فينا نروح نستمتع بالطقس الحلو ونعمل هالرياضة الحلوة اللي هي الرولر أو الباتان أرولات. باتان أرولات من زمان زمان ما كان بهالشكل وما كان فينا نعمل وين ما كان باتان أرولات، كان في بس باتينوار أو باتان أغلاس، كانت طريقة يقدروا يزحطوا فيها بطريقة أرتستيك تيعملوا باليه وأشكال حلوة بجسمهم، وكان نوع من الرياضة يقدروا يمارسوه بس أو على الباتينوار أو كمان على المستنقعات واللاك يلي موجودين بفصل الشتاء لما بيكون في جليد وسقعة كتير. وبعدين شوي شوي تطورت وحولوا الباتان أغلاس لباتان أرولات، يعني شالوا الشفرة اللي موجودة وحولوها لدوليب، صاروا عنا الباتان أرولات يلي فينا نمشي فيه بواسطة دوليبه وين ما كان على طريق المارس، وأكيد كمان بالصيفية مش بس بالشتاء وين ما بدنا، وصار فينا نمارس الرياضة أكتر وأكتر. فإذن هيدا الجواب على سؤالكم، كفو اسألونا أسئلتكم الكتير يلي بتحبوا تسألونا إياها عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. هلا رح افتح صندوق البريد وشوف مين ببعث لنا رسالة أو صورة أو رسمة لإله ورح يربح معنا هدية اليوم بحلقة اليوم. في عندي صورة لغلوريا غاوي عمرها 6 سنين، هيدي صورة غلوريا، ثانك يو لإلك، نحن منقلك مبروك لأن رح تربح هدية رح نشوفها سوا هلا. غلوريا هديتك فيك تجي تاخديها من عنا، رقمنا 03-85-86-87، مبروك لإلك. أنا بقلكم باي وبكرة في حلقة جديدة أكيد. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمة أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمة بيير روجيه. Oh.